اهلا وسهلا. احنا معرض غبة المدينة، حنكون متواجدين في رمضان من 4 إلى 8، من الساعة 9 إلى 3 الفجر. طبعا حيكون في بوثات للازياء، في بوثات كمان معرض للسيارات، شركة السيارات، في حيكون الاكل. هذا هو اللي احنا بنطمح له. طبعا هو حيكون في قاعة، هذه ليلتي حيكون المعرض للعوائل. هيكون الدخول مجاني ولا بفلوس؟ لا لا، حيكون مجاني. ايش المعرض عبارة عن ايش؟ المعرض هو بوثات، طبعا حيكون تعريف بأهل المدينة الحجازية، الأشياء الحجازية أهل المدينة. حيكون طبعا معرض شركة السيارات. طيب ممتاز، الله يديكم العافية، واحنا متشوقين نحضر هذا المعرض في رمضان ونشوفه بإذن الله. بإذن الله. طبعا إذا أنت حابة تحجز تفتر في نفس الأرقام هنا التواصل. طيب الله يديكم العافية، شكرا لكم.